الله يا الله. إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم من خلال هذه المشاهد التي توثق لحظة وصول فريق نادي الزمالك المصري إلى مطار وجدة في المغرب من أجل مواجهة نادي بركان في النهائي ديال الكونفدرالية أو كأس الكونفدرالية الإفريقية. ونعم متابعينا الكرام، الاستعدادات جارية على قدم وساق للمباراة النهائية اللي تبقت لها 3 أيام فقط. غادي تكون هنا في المغرب في بركان تحديدا في 12 ماي ثم 19 ماي في القاهرة، وطبيعة الحال نتمنى التتويج والفوز لفريق نهضة بركان. هنا نقطتين متابعينا الكرام بغيت نعلق عليهم. النقطة الأولى متعلقة ببروتوكول الاستقبال، فكما شاهدتم طبيعة الحال حتى إدارة نادي الزمالك المصري تم استقبالهم بالورود، وهذا بروتوكول جاري به العمل في المنافسات ديال الكونفدرالية الإفريقية، لأن إذا كان هناك فريق ضيف سوف يحل في المغرب فهذا هو بروتوكول الاستقبال. وهذا تعليقا بطبيعة الحال على المسألة ديال اللي كنا شفناها في المرة الماضية ديال حينما أتى أو جاء الوفد ديال الاتحاد العاصمة الجزائرية تم استقبالهم بنفس الطريقة، وطبيعه الحال كاين اللي ما عجبوش الحال يقولوا لا ما نستقبلوش بهذه الطريقه وما نعطيهمش اهميه وما الى ذلك. لا، هذا بروتوكول ديال الكاف معروف فيما يتعلق باستقبال الفرق اللي كتجي تلعب هنا في المغرب، وليست بمساله مميزه دارتها اداره نادي فريق نهضه بركان لاتحاد العاصمه الجزائري، بل هي مساله عاديه وعاديه جدا. المساله الثانيه اللي بغيت نعلق عليها متابعينا الكرام وهو المباراه النهائيه. كيف ما شفتوا سبقت لها 3 أيام، الاستعدادات جارية على قدم وساق، فريقنا نادي الزمالك المصري وصل إلى المغرب استعدادا للمباراة، كل الظروف طبيعة الحال عادية جدا، كل الأمور عادية جدا، بينما في كوكب آخر، في عالم آخر، في كوكب المجانين مازال كيستناو بأن الماتش يتعاود، ومازال كيستناو بأن الطاس غادي تلغي المباراة النهائية، ومازال كيستناو بان اتحاد العاصمه الجزائري هو اللي غادي يلعب المباراه النهائيه، ومازال عايشين في الاحلام وعايشين في المتمنيات وعايشين في الخزعبلات وعايشين في كما قلت لكم في كوكب اخر، عالم موازي بعيدا عن الواقع. الناس وصلوا للمغرب وبداو كيوجدوا وبداو في الحصص التدريبيه ديالهم، والمسؤولين ديال الكاف جاوا وبداو كيديروا الاجراءات ديالهم من اجل المباراة النهائية، وغادي يكون هناك اجتماع تقني ما بين الفريق المغربي والفريق المصري، وغادي يتم فيها كل فريق غادي يقدم فيها كذلك القميص ديالو. نهضة بركان غادي تقدم القميص ديالها، والفريق المصري كذلك غادي يقدم القميص ديالو، والاجراءات عادية جدا على قدم وساق، وغادي تلعب المباراة النهائية، واللي غادي يتوج غادي يتوج، واللي غادي يفوز غادي يفوز. بطبيعة الحال حنا كنتمناو الفوز لنهضة بركان، وهادو مازال كيستناو الماتش يتعاود، هادو مازال كيستناو الماتش يتعاود، والطاس غادي تحكم وغادي تأهل اتحاد العاصمة وما عرفت شنو والهضرة الخاوية. هذا هو الفرق بيننا وبينه، حنا كنعيشوا في الواقع، حنا كنعيشوا في الواقع وما كنعيشوا في الأحلام. وطبقوا هذه المسألة ليس فقط في المجال الرياضي، ليس فقط في هذه المباراة النهائية ولا فيما حدث مؤخرا مع نهضة بركان، لا، طبقوا هذه المسائل في كل المجالات في حضارات الجزائر. كتلقاهم عايشين في عالم من الخيال وحنا عايشين في الواقع، طبقوها كذلك في قضية الصحراء المغربية. المغرب عايش في الواقع، كيطبق السيادة ديالو في الأقاليم الجنوبية المغربية، حنا كمواطنين المغاربة فوقاش ما قلنا عقلنا مشيو الصحراء المغربية، مشيو الصحراء المغربية، ما كاين حتى شي مخلوق قادر على أنه يمنعنا، بينما في عالم الخيال وكوكب الخيال والأحلام مازال كيصحاب ليهم بأن الصحراء المغربية فيها حار ما قدروش يمشيو ليها، وفيها ما عرفتش النول الأمم المتحدة هي اللي كتسيطر والهضرة الخاوية.
الخزعبلات والبروباغندا اللي كتروج واللي كتصدقها المصباحي في نهايه المطاف، كما يصدق بان الماتش تعاود، كما يصدق بان اتحاد العاصمه هي اللي غادي تلعب المباراه النهائيه، كما يصدق بمجموعه من الخزعبلات ومجموعه من الاوهام. هادشي علاش قلت لكم في كل المجالات كتلقى المغرب عايش في الواقع والمغاربه عايشين في الواقع وهما عايشين في الاحلام والمتمنيات بعيدا كليا عن الواقع. عندهم كوكب ديالهم بوحدهم، عندهم عالم ديالهم بوحدهم، كيكذبوا كذبه وكيصدقوها اكاذيب صراحه، كيكذبوا اكاذيب وكيصدقوها وكيتعايشوا معها، كتولي تلك الاكذوبه حقيقه بالنسبه اليهم. بينما نهار كيتصدموا بالواقع ما نعاود لكمش بحال وقع لهم داك النهار مع البريكس، شحال هما عايشين في الخيال ديال البريكس البريكس البريكس، نهار تصدموا بالحقيقه ديال البريكس ما عادوا كيبكيو وكيشكيو، والصدمه والغوات والروينه والحاله. نفس الشيء غادي يوقع الان، غادي تلعب المباراه النهائيه وغادي توج اللي غادي توج، والطاس غادي تقول لهم هادشي ديالكم ما دايش، غادي ترفض لهم الملف ديالهم وغادي يصطدموا بجدار الواقع، وديك الساعه غادي يكون الاوان قد فات، غادي يكون الاوان قد فات، لان تعطات لهم فرصه باش يفيقوا يستيقظوا شي شويه من هاد السبات اللي هما فيه، لكن ما استغلوش الفرصه، ما استغلوش الفرصه، وغادي تصدموا مجددا بالواقع وغادي تصدموا بصدمات متعدده. ونصيحه لك ايها البوصبعي، فيق شي شويه قبل فوات الاوان. نصيحه للجزائر المستحمر، فيق شي شويه قبل فوات الاوان. راه قسما بالله علي العظيم الصدمات اللي جايين لكم، الصدمات اللي غادي تطيحوا فيها واللي غادي تصطدموا فيها راه غادي تكون كارثيه بالنسبه اليكم، غادي تكون كارثيه لدرجه على ان الوضع داخل حاضرات الجزائر غادي ينفجر بشكل خطير. علاش؟ لان النظام ديالهم بقى معيشهم على الكذوب على الكذوب على الكذوب على الكذوب على الكذوب، وغيوصلوا لواحد الدرجه كل تلك الاكاذيب غادي تنفجر وغادي تنفضح في لحظه واحده، وديك الساعه يا البوصبعي لن يكون هناك من ينقذك، ولن تجد ممر امن، ولن تجد سبيلا امنا للخروج من تلك الدوامه ديال الاكاذيب والعالم الوهمي اللي انت عايش فيه. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.